كما ينضم إلينا الأستاذ محمد الساعد الكاتب في صحيفة عكاظ من جدة. أهلا وسهلا بك. بداية، إدانات واستنكارات عديدة لدعم إيران للميليشيات الحوثية وتدخلاتها وأيضا قيامها بالعمليات الإرهابية، برأيك ما الذي تريد أن تؤكده للعالم تلك الميليشيات وأيضا التدخلات الإيرانية ودعمها لتلك الميليشيات من خلال ما يقومون به؟ لا شك أن إيران لديها سياسة توسعية في المنطقة، وأيضا هي دولة لا تستطيع المواجهة. آخر مواجهة قامت بها مع المملكة العربية السعودية عام 1985 وأسقطت طائرات عسكرية لها، ولذلك هي تحاول الابتعاد عن المواجهة المباشرة من خلال مقاولين من الباطل أو من خلال عملاء بالوكالة مثل الحوثيين ومثل حزب الله في لبنان. اليوم إيران تحاول من خلال هذه الممارسات إرسال رسائل للمجتمع الدولي أنها قادرة على العبث بأمن المنطقة، ولكن ليس من خلال ميليشياتها كالحرس الثوري وغيره، ولكن من خلال ميليشيات عميلة لها. لكن المجتمع الدولي يبدو واعي، ولذلك نحن الآن أمام منعطف مهم في تاريخ العلاقة بين إيران وبين المجتمع الدولي، وأعتقد أن المجتمع الدولي حسم أمره، ولذلك هذا الحشد الكبير في المنطقة لا يمكن أن يكون حشدا عبثيا، ولا يمكن أن يكون مجرد استعراض قوة، وإنما سيكون له ما يتبعه من إجراءات صارمة تجاه هذا النظام الإرهابي الموجود في طهران. وإذا لم يرضخ وتحت الإذلال للمفاوضات، فإنه سيرضخ تحت العمليات العسكرية التي ستكون صارمة وقوية وتذكرنا بما حصل في العراق وأفغانستان قبل ذلك. أستاذ محمد، كيف ترى حجم الجهود التي تقوم بها قوات التحالف؟ لا شك الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وقوات التحالف من أجل إعادة الشرعية في اليمن ومن أجل إحساء السلام الذي يستحقه ويتمناه الشعب اليمني، والذي عانى ويعاني من اضطهاد هذه الميليشيات الإرهابية، وأقصد هنا ميليشيات الحوثية العميلة لإيران، والتي لا تراعي لا ذمة ولا ضمير ولا تراعي حقوق الشعب اليمني، وتنتهك حقوق الأطفال والنساء والعائلات، وتمارس أبشع أنواع الظلم والاضطهاد والممارسات التعسفية، والتي اختطفت الحكم في اليمن. لا شك أن قوات التحالف العربي تقوم بجهودها الكبيرة وتضحي من أجل أشقائها في اليمن ومن أجل إعادة الشرعية لليمن. ونحن اليوم يعلم الجميع أن قوات التحالف تعمل تحت المظلة الدولية وتحت المظلة الشرعية الدولية، وبالتالي كل ما تقوم به هو ضمن هذا الإطار. و يعني نتمنى فقط من المجتمع الدولي وخاصة الأوروبيين الوصول إلى القناعة الكاملة بأن هذه الميليشيات لا يمكن التعامل معها ويجب اجتثاثها، لأنها بالأساس تقوم على فكر ثوري إرهابي ميليشاوي لا يمكن أن ينسجم مع السياسات الدولية ولا مع مجتمع آمن وسالم في المنطقة. نعم، الأستاذ محمد الساعد الكاتب في صحيفة عكاظ، كنت معنا من جدة، شكرا جزيلا لك.